لو الحكاية فيها إن فيديو ايوه دخلهم باب العيادات، من باب العيادات ممكن دخلهم. المصابين هنصرف 2000 جنيه، وال 2000 جنيه دول برضه خلي بالك دي كلها حاجات بسيطة، لأنه معظم الإصابات هتكون إن شاء الله في ساعة. في اتنين بس حالة خطيرة في المركز، غير كده بقى بتكلم فيهم مديرين المجريات، إنه في ناس من المنيا وفي ناس من القاهرة، هم معظمهم ساكنين من في مصر القديمة. فهنشوف حالة الأسر بقى، هل هذه الأسر غالبا دول هتلاقيهم عمالة موسمية بيشتغلوا في قطاع المقاولات، هتلاقي مش مؤمن عليهم. بحاول اجمع معاك الصور. احنا نعمل مسكين الباب كله، عايزين البحث الاجتماعي للأسر والضحايا علشان نشوف ايه استحقاقهم لمعاش تقاضي، معاش طفل لو عندهم اولاد في المدارس، بحيث ان احنا ندي مساعده لأسر دول. فبالتالي على حسب، هتلاقي فيه غير متزوج محتاجة تشوفي والده ووالدته كان هو اللي بيعقلهم، هتشوفي متزوج عنده أولاد ظروفه إيه، ولاده أعمارهم قد إيه، غالبا هتلاقيهم بدل عمال مقاولات هتلاقيهم سنهم صغير ولادهم صغيرين للأسف يعني، وغالبا هتلاقي كلهم ذكور مش هتلاقي إمكانيات. المشكلة كمان يا فندم إن هم ناس يعني على قد حالهم يعني بالظبط، عشان كده قلنا هنعمل لهم بحث اجتماعي عشان استحقاقهم لمعاش الضمان. لو هم ينطبق عليهم شروط معاش الضمان هياخدوا معاش شهري من إدارة الضمان الاجتماعي في المحافظة، لو ما بينطبقش عليهم شروط معاش الضمان يبقى هنديهم مساعدة شهرية من التكافؤ. على حسب عدد أفراد الأسرة، لو أسرة من فرد واحد يعني واحد مثلا زوجة وما فيش أبناء، غير لو زوجة بأبناء بيبقى المبلغ 450 جنيه للأسرة اللي فيها 3 أولاد. تمام، ميرسي يا فندم. Vida.